بندور على البرونزية الثالثة. حلمنا كان لأول مرة نوصل النهائي، كل المقدمات بتاعت بداية الموسم بتقول إن إحنا نقدر نعمل ده وإنه حلم مشروع للأهلي وجماهيره، لكن الحقيقة ظروف كتيرة جدا وقفت ضدنا. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، الأهلي هو الفريق الوحيد اللي بيشارك في نسخة كأس العالم للأندية السنة دي، واللي حرم من الفرصة الكاملة، الحق المشروع في المنافسة على البطولة، التوقيت، الغيابات، فترة التحضير والاستعداد ما قبل البطولة، كل دي عوامل أثرت بالتأكيد بشكل إيجابي، واللي احنا وصلنا له الحقيقة يحسب لنجوم النادي الأهلي ويحسب لروح الفانيلة الحمراء اللي كانت الحقيقة عنصر الحسم في تعويض كتير من الفوارق والغيابات في المباراة الأولى اللي كانت ولا أروع أمام مونتيري. ما حلفناش التوفيق امبارح، فرطنا فرصة كانت موجودة، بعض الأخطاء اللي يجب تلافيها في المواجهة المنتظرة أمام طرف لسه ما تحددش، واللي سمعوا أن المواجهة نارية وحماسية جدا بين تشيلسي الإنجليزي وبين الهلال السعودي. المباراة بدأت بالفعل، وفي انتظار نتيجة المباراة اللي هتحدد طرفي المباراة النهائية ومركز الثالث والرابع. خلونا نتكلم على مشوار الأهلي في المونديال، والأهم من ده الحقيقة لأنه مرتبط بشكل غير مباشر كمان مشوار مصر في مرحلة التحضير والاستعداد لكأس العالم مع اثنين من نجوم الكبار الحقيقة اللي بيشرفونا النهارده في السادسة، كابتن ماهر همام. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا أحمد. هارد لك، كان نفسي النهارده نبارك ونهني، بس الحمد لله واللي جاي أحسن بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بيشرفنا كمان كابتن محمد حشيش. مساء الخير كابتن حشيش. ازيك يا أبو حميد؟ نور الدنيا. الله يخليك نور. هارد لك برضو كابتن محمد. الحمد لله. الحمد لله. خليني أبدأ من تقييم عام للبطولة، يعني قبل ما أدخل على 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 ماتش امبارح بشكل محدد، شايفين مقدمات ما قبل البطوله ازاي كابتن ماهر، وانعكاسها على الاداء اللي قدمه الاهلي في الماتشين لغايه دلوقتي، الماتش الاول قدام مونتيري المكسيكي والماتش الثاني امبارح قدام بالميراس؟ انت في البدايه يا احمد لخصت الظروف المعاكسه للنادي الاهلي في مشوار هذه البطوله بصراحه، يعني من ناحيه لعيبه المنتخب، من ناحيه اللعيبه المصابه، من ناحيه اللعيبه المجهده. يعني فعلا النادي الاهلي بيمر بظروف في منتهى الصعوبه يعني، وفي نفس الوقت طبعا انا مشفق على اللعيبه او على المجهود اللي بيقدوه، ومشفق على الجهاز الفني من بردك مستر موسوماني في الفتره التحضيريه. أيوة. الاولى احنا اتكلمنا فيها. أيوة. ان قطاع الناشئين اخذ وقت كافي قوي ان هو يقدر يشوف عنصر او عنصرين، وفعلا في البطوله كان مقدم عنصر من ضمن العناصر اللي بدات تثبت وجودها. وفي نفس الوقت طبعا وجود اللعيبه الدوليين اللي هم جم مجهدين ومحبطين بضياع البطوله. انا احساسي يا احمد ان وجود اللعيبه الدوليين بعد المباراه الاولانيه ممكن تكون يعني اثرت سلبا. يعني لا، مستر موسيماني خد حيز كبير جدا في التفكير. يعني الاول ما كانش اللعيبه الدوليين موجودين، فقدر يلعب المجموعه اللي موجوده اللي هي بدات معاه في المشوار الاولاني، واللعيبه فعلا كل واحد منهم ادى اللي عليه وحاول يثبت وجوده. احنا بنتكلم على ان 25 لعيب من افضل 25 لعيب موجودين في افريقيا والعالم العربي، ما بنقولش اساس احتياطي، ما عندناش في النادي الاهلي اساس احتياطي. فاللعيبه ديت، ويمكن ذكرنا احمد في كذا قعده معاك انت بالذات، وقلنا اللعيبه دي كلها لعيبه دوليه اذا كان منتخب اولمبي او منتخب اول. مظبوط. فطبعا عندهم من الخبرات وعندهم من التحدي وعندهم من الاصرار ان هم يقدروا. ففعلا المباراه الاولى كان اداء النادي الاهلي مميز من ناحيه التنظيميه، من ناحيه الفنيه، من ناحيه الخططيه، كان لينا شكل ولينا وضع، فعشان كده قدرنا نسيطر بشكل كبير جدا على المباراه الاولى، وفعلا قدرنا نكسبها، وفي نفس الوقت بدانا ندي ثقه لجمهورنا ان احنا قادمين. المباراه الثانيه حصل نوع من الاختلاف، بس زي ما بقول لك ممكن مستر موسوماني يقول لك ابدا باللعيبه الدوليين ومعاهم رخصه، حشيش جايين. أيوة. من المنتخب. أيوة. فمهم جدا انهم يشاركوا. والخصم برضه يعني خصم كابتن حشيش مختلف، يعني بطل المكسيك غير بطل البرازيل، بطل كونكاكاف غير بطل امريكا الجنوبيه، وبالتالي وزنه بالنسبه يمكن احنا ادينا له اكبر من حجمه شويه. بص انا الفرقه اللي شفناها، يعني كل الجمهور امبارح كان شايف الفرقه بتاعت بالميراس دي في المتناول بمنتهى الصراحه. بص احمد، انا هبدا في يعني من قبل كده شويه عشان بس يعني اوجه الكلمه دي للجمهور، جمهور النادي الاهلي. احنا قبل السفر خالص نتيجه للظروف ونتيجه لحته كاس عالم الانديه اتاجل شويه عشان لعيبه المنتخب، واخدنا قصه في الموضوع ده. وبعدين لما الامر اتحسم خلاص ان الوضع زي ما هو واصابات كتيره ولاعيبه مع المنتخب،
كنا احنا بنقول يا ربي طب اللي ممكن يحصل اللعبة دي هتأدي ازاي؟ معقول الناشئين هيأدوا المباراة دي؟ كمان حاجة ان انت يعني كنت بتقول بعض الاقاويل وقتها لو تفتكروا يقول لك ايه، معقول طب الاهلي يعتذر عشان ما تبقاش مشكله هناك، ما تبقاش يعني هزايل تقيله يعني. كان بعض الناس بتقول كده. فلما رحت ولعبت اول مباراه بالاداء اللي انت عملته وبالشكل اللي انت عملته، نديه واكثر من نديه مع الفريق مونتري، طمعت الناس وجددت الامال ان احنا لا ده احنا ان شاء الله هنعمل حاجة أحسن من كل مرة، هنوصل لأبعد من البرونزية. صح يا كابتن ماهر، بالظبط زي ما كابتن ماهر بيقول، موسيماني كان بين حاجتين بالنسبة للتوليفة، يا يكمل زي الماتش الأولاني يا إما يستعين. أنت كنت مع إيه؟ لازم يكمل. أولا في حاجة، أنت بتستعين بلعيبة، يعني اللعيب الدولي واللي عنده خبرات واللي عنده حاجات كتيرة، لو مجهد هيبقى اللعيب البديل يا كابتن ماهر لحتى ما عندوش خبرات هيبقى احسن منه. لان هي القصه في الاول وفي الاخر هي جري وسرعات وتركيز. انت بتتكلم على لعيبه منتخب غصب عنهم جايين من شهر موت شاق جدا، اعصاب وضغط عصبي وخساره بطوله وسفر على طول بعدها بيوم واجي العب. طب يعني ما كانش، انا في رايي ما كانش ينفع. انا كنت استمريت وكنت خليت الدكه تبقى قويه تحسبا لاي حاجه. ايوه هو هي المشكله بس انه لو كانت غلب في الماتش ده كان هيقولوا له ازاي اللعيبه الدوليه رجعت. يعني انا بس انا عندي حجتي يعني زي ما حشيش قال، لكن في اوقات يا احمد انت محتاج شريف فيها كراس حربه. ليه؟ احنا طبعا طاهر، محمد طاهر اول مره بيلعب في المكان بتاع راس الحربه حشيش طبعا، وادى بشكل جيد. لكن طاهر معروف عنه اطراف الملعب، جناح، يا جناح ايمن يا جناح ايسر، تمام؟ فانت النهارده كنت ممكن شريف يبدا وطاهر والشحات، يبقى ده التوازن اللي احنا شايفينه في الخط الامامي. واخد بالك؟ بالنسبه للخط الخلفي احنا قلنا ايمن اشرف على اساس ان ايمن يعني في ناس كتير يا كابتن ماهر، انا اسف بس بالمناسبه بتتكلم على يعني اسماء بعينها، في ناس كانت شايفه انه عبد القادر امبارح لما نزل انا معاه، انا معاك يعني حمدي فتحي السلية ممكن يريح، لان السلية حشيش واضح قوي انه مجهد لعب كل المباريات. طبعا حمدي فتحي موجود، حمدي فتحي طبعا حمدي فتحي كان مطلوب من البدايه، واخد بالك؟ وبعدين عبد القادر اول تغييره بتدعم بيها نص الملعب، يعني اول تغييره من بدايه الشوط الثاني عبد القادر. فالنهارده تبص التغييرات اللي عملها مستر موسيماني في الشوط الثاني حشيش هي اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح. من البدايه كنا نقدر ناخد وقت وناخد ثقه ونقدر نقرب للمرمى ونقدر يبقى عندنا فرص ايجابيه اكتر، لكن احنا قعدنا لحد التغييرات اللي عملها مستر موسيماني ورجع تاني للتشكيله الصح، بدا يبان فعاليه النادي الاهلي بشكل كبير جدا على التلت الهجومي، الفرص اللي ضاعت، العارضه شالت واحده في انفراد تصويبه. فهو ده شكل النادي الاهلي، ساعات بنتاخر يا احمد مع الفرقه الكبيره دي، ما ينفعش لما بتضرب جول وعم تضرب جول الثاني حشيش بيحصل نوع من الاحباط بالنسبه لك، عشان تعوض بتاخد وقت. بتاخد وقت والله، حتى رغم ان احنا كنا خسرانين 2 امبارح، بس انا عايز اقول لك لغايه اخر دقيقه نقدر، في احساس انت بتكلم بالزبط. نفسك بتقول نقدر بالزبط. يعني كره شريف لو كانت واقفه فيها لو جول فرقت معانا، كانت فرقت معانا. انت عندك مشكله كبيره، ان انت اولا في البدايه عظمت قوي من بالميراس ولعبت بثلاثه ديفندرات منهم ناس مش قادره لانها جايه من اصل 10 مدربين يا كابتن حشيش. بصرف النظر على اسماء، من اصل 10 مدربين هيواجهوا بالميراس، كم منهم هيبقى متحفظ وكم منهم يبقى جريء ويلعب مباراه هجوميه؟ أين كان الاسماء؟ مش بتكلم على الأسماء، انا بس انا بتكلم على الاداء في الملعب. انت مطلوب في حته الثلاثه الديفندرات دي، انت مش نازل تدافع وبس. انت المفروض عندك الشق الهجومي، اللي هو على فكره الشق الهجومي هو اللي بيدي للفرقه كلها الشكل، شكل فريق. ما اي حد في الدنيا بيعرف يدافع. المشكله ان انت لعبت بثلاثه فيهم ناس مجهده وتعبانه جدا، وكان المفروض ان هم حد فيهم يكمل الشق الهجومي، ده ما حصلش. على الرغم انه نفس السيناريو ده حصل في مونتري والشق الهجومي لعبناه كاجمل ما يكون، وصلنا ورحنا الناس بتكمل. طيب بمناسبه مونتري، خليني اقول طبعا حضراتكم عارفين ان انتم مش غراب عننا في السادسه، كل ماتش بيلعبوا النادي الاهلي بنخلي الجمهور يختار افضل ثلاث لعيبه، فالناس اختارت افضل ثلاث لعيبه في ماتش مونتري. خلينا نعلن النتيجه. تمام،
طيب نتيجة مباراة مونتيري كان العائد للتألق بعد غياب، واللي قلت له حتى بعد الماتش انت نفسك ما بتتفتحش الا على كأس العالم ولا ايه؟ كان طبعا نجم النادي الاهلي محمد هاني هو اللي فاز باختيارات الجمهور وخد المركز الاول في مباراة الاهلي ومونتيري في كأس العالم. المنافسة الحقيقة كانت شديدة لانه لعيبة الاهلي كلها تألقت واجادت، لكن المركز الثاني حسم، وبعد الحقيقة برضو يمكن مش هقول بعد غياب قوي، لكن الحقيقة رامي يمكن موجود معنا السنة دي، ويبدو ان رامي ربيعة بيستعيد جزء كبير جدا من مستواه، ورامي ربيعة حسم المركز الثاني لصالحه. في المركز الثالث الحقيقة واحد من النجوم المتألقين واللي مستنيين منهم كتير كمان في اللي جاي، علي معلول طبعا نجم النادي الأهلي هو صاحب المركز الثالث، وبكده كل واحد هاني ضاف لرصيده 3 نقاط، ورامي ربيعة نقطتين، وعلي معلول نقطة، عشان يفضل أو يكون الجدول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة. ما زال أكرم توفيق اللي بتمنى له طبعا سرعة الشفاء والعودة، واحد من اللعيبة المقاتلة الحقيقة واللي عندهم روح كبيرة في الصدارة برصيد 12 نقطة، وراه حمدي فتحي برصيد 11 نقطة، بيرسي تاو في المركز الثالث 7 نقاط، علي معلول 6 نقاط بيرفع رصيده وبينفرد بالمركز الرابع، محمد هاني كمان بعد ما ضاف لنفسه 3 نقاط. شد حيلك يا هاني، محتاجينك في اللي جاي، منتخب مصر المنتخب كمان أهم طبعا جدا صح. محتاجين منك تركيز، بيطلع مركز خامس برصيد 6 نقط، وعمار حمدي برضو بنتمنى له سرعة شفاء برضو في رصيد 6 نقاط، وبعد كده بيجي زياد طارق الولد الصاعد الواعد بأربع نقاط، رامي ربيعة 4 نقاط، كهربا طبعا اللي رحل عن صفوفنا بثلاث نقاط، والسولية 3 نقاط، وأليو ديانج وأحمد عبد القادر 3 نقاط، والبقية حضراتكم شايفينها على الشاشة. قبل ما أسمع رأي نجومنا النهاردة في الأفضل واللي محتاج يشتغل على نفسه شوية، لأنه في نجوم كبيرة الحقيقة ما ظهرتش في أحسن مستوياتها، وده بالنسبة للجمهور ما كانش ليه مبرر. لما أقول على السولية كان يبدو مجهد، في مليون مبرر ومبرر عشان السولية يبقى مجهد، لما أقول أنه أيمن ما كانش في أفضل حالاته نفس الحكاية، لما أقول أنه شريف نفس الحكاية، لكن في نجوم تانية الجمهور بصراحة مش لاقي لها عذر، مستنيين منهم يرجعوا في أسرع وقت ممكن. قبل ما نكمل كلامنا اسمحوا لنا والكلام على الماتش اللي جاي، ميدالية برونزية هي الحلم المشروع والمطلوب من جماهير النادي الأهلي في مباراة السبت اللي جاي. اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الهلال السعودي يخوض معركة عنيفة في مواجهة تشيلسي، ويمكن من ثواني قبل ما نرجع لحضراتكم مرة تانية في سادسة، يمكن لوكاكو طبعا أحرز الهدف الأول لتشيلسي. في جميع الأحوال يعني أعتقد أنه الطرف المواجهة اللي جاي مع الأهلي هيكون صعب. أنا الحقيقة بشوف أن فرقة الهلال من الفرق المحترمة جدا، عندها عناصر قوية جدا، بتلعب كرة محترمة جدا، وأعتقد حتى رغم تقدم تشيلسي اتوقع انها يعني ممكن ترجع، عندها القدره الحقيقه انها تلعب مع تشيلسي، وفي النهايه هي مباراه صعبه على الفريقين. كنا بنتكلم على السيناريو الافضل لبدايه المباراه، انا عايز اسيب اللي فات زي ما قال كابتن محمود الخطيب تمام. نقفل على بالميراس ايجابياته بسلبياته لاول مره الى حد ما لعبتنا عندها فرصه لالتقاط الانفاس صح. يعني النهارده راحه، ودي اعتقد هتفرق كتير جدا معنا، وعندنا يومين تجهيز لمواجهه كان تشيلسي كان الهلال، هي مباراه صعبه طبعا. والاهم من كده انها الفرصه الاخيره انك انت تحقق حاجه في البطوله، لانه جماهير اعتقد الاهلي مش هتقبل، يعني هتبقى فرحانه بالبرونزيه في ظل الظروف والمقدمات والمعطيات دي طبعا. اكتر حاجه شايف انه لازم نشتغل عليها ونجهز قبل مباراه الثالث والرابع كابتن حشيش، هو طبعا تركيز طبعا اللعيبه كلها على ان هم يؤدوا ان شاء الله مباراه كويسه، ايا كان طبعا المنافس اللي هيبقى موجود، ولو ان بالمنطق طبعا ممكن يكون الهلال فرق كبيره جدا وعندها محترفين على مستوى عالي جدا وخبرات، فاحنا لازم يدرس الفرقه اللي هنلعبها لو هنقول الهلال، ويتحط التشكيل المناسب وفي نفس الوقت ان انا برضو ما ضخمش من الفرقه قوي بتاعه الهلال عشان انا برضو ده بيتسرب للعيبه ان احنا بنامن ونلعب كذا ونمط الوقت، يعني زي الاعتقاد يعني ده كابتن ماهر لفكره السيناريو، ماتش لسه ما تلعبش، فبالتالي سهل نحط الافتراضات بتاعته. هل حضرتك تطالب انه الاهلي يلعب جيم مفتوح؟ كان الهلال كتشيلسي انا بشوف الفرقتين يعني فرقتين محترمين، يعني فرقتين ممكن تشيلسي طبعا اكيد يبقى يعني في حته تانية او اعلى شويه، لكن برضو الهلال بطل اسيا وزعيم الكره الاسيويه وفريق طبعاً. عنده شخصيه البطل طبعاً. وهيلعب وعنده الدافع انه يحقق الميداليه البرونزيه، فهي بالتاكيد جيم صعب. شايف انه الاهلي يلعب زي ما ابتدى الشوط الثاني، ولا برضه يبتدي المباراه بسيناريو متحفظ الى حد ما؟ هو التحضير يا احمد للفرقتين، يعني مستر موسيماني والجهاز الفني بيتفرجوا على الفرقتين واكيد بيحللوا الفرقتين،
من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه الخططيه، مفاتيح اللعب، الحاجات الايجابيه في الفرقتين، الحاجات اللي ممكن يبقى فيها ثغرات نقدر نستغلها. وده بقى علم موجود في كل الفرق الكبيره. مستر موسيماني بيذاكر كويس ومعاه الراجل المعد الفني اللي بيقدر يلخص له الجزئيه دي بالنسبه للفرقتين. فطبعا انا شايف ان تشيلسي بصفته ان هو يعني بطل اوروبا وكره اوروبيه، فرق بينه وبين الكره الاسيويه كتير. مش اقل من 30 40 سنه يعني في التقدم يعني. فانا شايف ان تشيلسي هيبقى اقرب بشكل كبير. احنا ممكن هيبقى تركيزنا مع الهلال، زي ما حشيش قال الهلال برضك زي النادي الاهلي ليه باع كبير جدا في اسيا، عنده بطولات، عنده شعبيه، عنده جماهيريه، صاحب بطولات اذا كان دوري او كاس او المنطقه العربيه، جايب 6 لعيبه محترفين لهذه البطوله. يعني هو عامل اعداد من الناحيه الفنيه والاداريه بشكل كبير جدا لهذه البطوله. احنا بالنسبه لنا عندنا خبرات 7 سنين وعندنا برونزيه مرتين. أي. وطبعا عايزين نصالح جمهورنا حبيبنا اللي هو يعني بيساندنا، بيساندنا بشكل كبير طبعا، لكن برضك جمهور بس عنده حد ادنى طبعا، طمعان في بطوله يا احمد، طمعان في بطوله طبعا. فزي ما قال حشيش هي مش على الحلوه والمره ولا ايه؟ لا على الحلوه والمره طبعا طبعا إيه؟ لكن عايز اقول لك ان احنا جمهورنا يعني ما شاء الله متعطش للبطولات، ما بيشبعش بطولات، وطماع واحنا كمان بنحب كده. فانا عايز اقول لك ان مستر موسيماني لازم يذاكر كويس قوي هو وجهازه الفني، وزي ما قال حشيش لازم يختار الاستراتيجيه، يختار طريقه اللعب، يختار اللعيبه اللي شايفها بقى مش المجهده، اللعيبه الفريش، اللعيبه اللي فعلا تصلح لهذه المباراه. وانا شايف ان دوافع النادي الاهلي اذا قابل الهلال، النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا، وانا شايف ان الكره الافريقيه اعلى من الكره الاسيويه بشكل كبير جدا. أيوة. واكبر دليل البطوله العربيه حشيش طبعا. البطوله العربيه واضح قوي فيها الاربع فرق اللي هي كانت بتمثل افريقيا او شمال افريقيا هي اللي كانت ليها الرياده وليها صحيح. اليد العليا في هذه البطوله. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا تنظيمنا وادائنا يبقى زي المباراه الاولى واكتر كمان يا حبيبي. تمام. هي في نقطه بس عايز اقول لسؤالك اللي سالته، نبدا نامن طب انت بدات الماتش اللي فات مأمن دخل فيه جون الدقيقه 40 و 41 يعني، انت فاهم ازاي؟ يعني ما بلغش حشيش في التامين، احنا بلغنا يا احمد، خدنا شوط كامل. انا دايما بحب اتكلم مشاهد يعني متابع. تمام. انا بيوجعني قوي الجون المخطوف، يعني انا اقبل كويس جدا ان الهدف يدخل فيا نتيجه انه في ضغط هجمه من تحت وبدأ، بس مش في التوقيت ده يا احمد، التوقيت اللي هو في الدقيقه 40 يا حشيش بيبقى توقيت قاتل قبل ما تخش بين الشوطين. طبعا احنا امبارح احنا اتسرقنا يعني، خلينا نتفق على هم كانوا احسن وهم، لكن هم سرقونا يا احمد في عشان بس نكون صادقين مع الناس، في اخطاء دفاعيه كارثيه بصراحه. يعني الجون الاولاني احنا لما نكون خط الظهر كابتن ماهر يعني كابتن مصر يعني بنبقى باصين لبعض عشان لو في زياده عدديه عليا لازم اكشف اوف سايد. فواحد هنا وواحد ما طلعش معاه اتلعبت الرجرح هو والجون. كذلك يا كابتن ماهر في واحده تانية واخد بالك، والطريقه التانية ان انا كمان حشيش ما اعتمدش على مصيده التسلل، انت عارف طبعا ده لا ده انا بس في حته الزياده العدديه اللي موجوده عليا بس هعمل الخطوه دي بالظبط خطوه بقى يعني. ده فكر لاعب فكر لاعب. الكره التانية كمان مشكله المشاكل، الراجل ملعوبه ناحيه الونج رايت ورامي ربيعه بيرجع ومستني الكره تلعب بالعرض. طب الراجل رايح على الجون بالظبط، لازم هنقطع الاول عليه على بال حتى ايمن اشرف اللي هو اتضرب يرجع بقى ترحيل واخد بالك أدايقه. وانا اروح اضايقه بره البوكس يعني بالظبط. في حته برضو ثالثه ما احنا بنتكلم بصراحه علي لطفي يمكن نزل بدري شويه برضو في الحته دي، هي كانت قريبه من يعني بتاعت مهما كان قوتها لو انا واقف هو ايده لو فوق 2 3 سم كانت الكره. فانت بتتكلم على جونين وانت بتلعب تامين دفاعي وبتلعب بثلاثه ديفندرات. طب لا يعني انا شايف بقى الماتش اللي جاي ان انت تلعب لعب النادي الاهلي ان لازم يعني هي مش مساله بقى طريقه اكتر منها توظيف لعيبه واجبات لعيبه على حسب الـ المنافس. انما النادي الاهلي دايما احسن ماتشاته لو رجعنا بالتاريخ انه بيضغط، ما كانش فيه الضغط ده موجود برضو ما شفناهوش الماتش اللي فات. لازم تضغط على اللعيبه وتحسسه ان انا راكب الماتش. الضغط ده لياقه وبعدين حشيش خد بالك يا احمد اللياقه ممكن تبقى بعافيه شويه عشان كده بقول يعني عشان كده بقول لك اختيار اللعيبه كابتن حشيش خلينا نبقى متفقين، الفرقه دي ما اتجمعتش من شهرين
يعني انت ببطوله العرب وبطوله افريقيا تمام. فرقه النادي الاهلي ما اتجمعتش، ما اتمرنتش مع بعض، صحيح. ما استعدتش، ما عملتش ماتش حتى في الدوري. عندك بطوله محليه قويه الاهلي يلعب فيها ماتشات وتبقى الفرقه متجانسه واقفه على رجلها بقالك شهرين، غيابات واصابات طبعا اكيد مأثر. لكن في النهايه الاوراق المتاحه قدامنا اصبحت واضحه، واعتقد انه النهارده مستر موسيماني بيفكر في الطريقه. هو اكيد طبعا هو دلوقتي دي معلومه، هو والفرقه قاعدين بيتفرجوا على ماتش طبعا طبعا وبيحللوا الماتش وبيشوفوا بيشوفوا وطبعا هي هتبقى مباراه صعبه للاثنين يعني يعني برضه هتاثر شويه في الناحيه البدنيه، هم احنا هنبقى مريحين يوم زياده عنه. هل في وجوه كابتن ماهر؟ هل في اسماء محتاج انت شايف انها محتاجه تاخد فرصه من البدايه في مباراه الثالث والرابع ايا كان مين هيكون بيواجه الاهلي فيها، وفي اسماء محتاجه تريح شويه؟ بص يا احمد انا عايز اكمل كلام حشيش كمان في حته، احنا لازم ندافع في حاله الدفاع، المواقف يعني الدفاعيه وانت في الموقف الدفاعي في نص ملعبك تقارب الخطوط الثلاثه من بعض في ال 30 يارده حشيش بتدينا طمانينه بشكل كبير. بس انا عايز اقول لك ان مشكله ولادنا فترات كتيره جدا بيحصل سرحان في الحته اللي ورا، وشفنا في الهدفين اللي دخلوا فينا الجملتين اللي عملوا اتسرقنا بلغه الكوره اتسرقنا. فمهم جدا انك انت تبقى على يقظه طول فترات الجيم، الفترات اللي بتبدا تسرح فيها مطلوب من مستر موسيماني ان انا اصحصح اللعيبه دي الاداره الفنيه وذكاء الاداره الفنيه. ممكن استاذن الزملاء لو ممكن تجهزوا لنا لو معانا يعني الجولين بتوع بالميراس امبارح في الاهلي كابتن ماهر وكابتن حشيشي على اللي قلنا عليه. وفي المباريات اللي بالشكل ده الكبيره يا احمد مهم جدا ان الفرصه اللي بتيجي الفرقه دي بتعرف تجيب. يعني عكس الدوري العام ممكن تروح مره مرتين ثلاثه اربعه ما تجيبش، لكن في الحاجات اللي هي اللي فيها احترافيه شويه نوادر بالظبط اقدر المستوى الاعلى المستوى الاعلى. ثانيا انت اتكلمت على التشكيله او الناس اللي ممكن تبدا المباراه، انا شايف ان محمد عبد المنعم لازم يبقى موجود من ضمن الثلاثي حشي. وانت كده كده ايمن خلاص غايب الماتش اللي جاي خلاص يعني ايمن وقفشه هيخش يعني طبعا بعدم وجود ايمن في الحته الخلفيه وقفشه انذاري وبعدين لازم شريف يخش. كرة ايمن طرد من وجهه نظرك كابتن ماهر؟ يعني فيها تهور برضك احمد خد بالك، ما متفقين انها فيها تهور، ده فيها طرد 100% فيها طرد 100% طبعا عشان نكون صادقين، لان التهور زي ما الكابتن ماهر بيقول. وبعدين تهور مثلا مش داخل ولا مس الراجل، ده انت واخد رجله الثابته يعني كان ممكن يحصل فيها اصابه جامده كمان. انه لعب الكوره دي ما تخليهاش انذار بس، لا لا لان انا داخل برضه في الاول. انت عارف يا احمد حشيش كمان يمكن احنا اشتغلنا الجزئيه دي، بيقول لك في التلت الدفاعي اياك والتهور في المنطقة الخطرة دي. ايوه اصل اديله فرصة ممكن يضيع المناطق القريبة من المرمى، لكن قرار واحد فيه تهور هو ده المشكلة بالنسبة لنا، كارت احمر وممكن يبقى ضربة جزاء. نتكلم في الطريقة والتشكيل كابتن حشيش الاول بس في اسماء محتاجة تريح، انتوا شايفين انه في اداء من انا بقول ان حسين شحات لازم يريح لازم يبقى موجود. احمد عبد القادر شافه في حالة كويسة وبيعمل الفارق لما نزل الشوية الأخرانية. محمد شريف لازم يبقى موجود. احمد عبد القادر هتوظفه ايه في الملعب يعني؟ بدل قفش انا رايي طبعا محمد شريف لازم ياخد وياخد الثقه ويرجع، عشان انت بعد كده محتاجه بقى في المشاوير اللي عندنا لسه ماتشات افريقيا والدوري وكده، لازم ترجع له الحاله النفسيه الكويسه يا كابتن ماهر، ان هو لو ربنا سهل ولعب وجاب جون هيشيل بقى الحاجات القديمه دي. يعني امبارح قبل الماتش يعني انه الحته النفسيه اللي عند شريف لو دوست عليها اشتغلت هتطلع احلى من احسن حاجه. واحد عايز يثبت للناس اللي كان موجود ان انا الوحيد اللي ما خدتش خلال الفتره، وانا هداف النادي الاهلي وهداف مصر فلما اجي اديله في بطوله برده مش مثلا ده ماتش دوري لا في بطوله قويه زي دي وانزله من البدايه، كان لازم ينزل من البدايه خصوصا ان هو كان مريح وكمان خصوصا دي كان فرقت قوي يلعب مع فرق بمستوى المنتخبات اللي احنا قابلناها. وبعدين في حاجه يا كابتن ماهر، يعني الفرق كلها مصنفه في حاجه كمان يا احمد لو المقارنه بين محمد شريف وطاهر محمد طاهر الفينش على الجون، لا محمد شريف طبعا ده راجل هداف زي ما كابتن ماهر قال طاهر الاجناب شويه، انما على الجون مشكله. انت محتاج انك تجيب جون الماتش الجاي ده من نص فرصه لان ممكن ما تجيلكش كتير وده مشكله النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كلها، لازم يستغل الفرص. انا عايز اسالكم انتوا طبعا مدافعين كنتوا كبار والحته دي بتاعتكم يعني ملعبكم، يعني
مين في لعيبه النادي الاهلي شايفينه يتعب اي مدافع في حته ال1 تو 1؟ يعني مين اللي عنده القدره على الاختراق؟ مين بيروح؟ انا اقول احمد عبد القادر، واحد على واحد رايح. بس احمد عبد القادر قفشه طبيعه لعبه ان هو بيحب باسنج كتير واستحواذ وياخدها ويلعب الكره الطويله. نعم احمد عبد القادر يعني عنده حته الواحد على واحد دي هو حاببها وبيصر عليها وبينجح فيها. فدي اللي بتعمل خلل. عمل واحده امبارح طبعا هو ده اللي بيعمل خلل في المدافعين، لان انت لو ابتديت يمين وتستحوذ وتاخدها وتنقلها ناحيه الشمال، اللعيبه الثانيه مرصوصه قدامك هيفضل سايبك. انت عارف ان الماتش اللي فات ده احنا الاستحواذ اكتر، يعني احنا كان عندنا الاستحواذ اكتر، بس استحواذ سلبي، لازم الاستحواذ يبقى من قدام شويه، يعني من نص الملعب. ايوه وفي نقطه كمان يا احمد مهمه قوي، حشيش تكمله نص الملعب. لا بس انا عايز اسمع رايك انت كمان في ال1 تو 1. عارف عارف ان ما حدش كان بيعدي منك بسهوله لا صعب. مين في فرقه الاهلي شايفه النهارده يتعب اي مدافع او عنده القدره دايما انه يبقى مصدر خطوره؟ شريف عبد القادر زي ما قال حشيش. طاهر محمد طاهر. ديانج لما بيجي من تحت، السوليه لما بيجي من تحت، حمدي فتحي في الحاجات الكورسات العرضيه، الحاجات الثابته برضك مؤثر بشكل كبير. طب نحط تشكيل كابتن مسانده، حط لي تشكيل الثابت باذن الله الامثل من وجهه نظرك. علي لطفي وكابتن حشيش لو موافق او ليك. تمام يعني علي في حراسه المرمى، الثلاثه بتوع خط الظهر اللي موجودين هيبقى ياسر وربيعه وعبد المنعم، وبعدين اطراف الملعب او الاربعه بتوع نص الملعب هيبقى محمد هاني ناحيه اليمين، هيبقى علي معلول من ناحيه الشمال، هيبقى ديانجو حمدي فتحي ومعاهم عبد القادر، وهيبقى انا في رايي يعني هيبقى الشحات وشريف وطاهر. لا كده في واحد زياده، كده في واحد زياده يبقى طاهر وشريف. طاهر وشريف وعبد القادر قدام. بالظبط. تمام بالظبط. طيب ما تاخدش حمدي فتحي مع الاثنين المساكين؟ ما انت عندك محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم محمد ومثلا. طب خد فرصتك كابتن حشيش، قول لي التشكيل. حمدي فتحي في نص الملعب، هو عايز يلعب في نص الملعب، هو هيلعب حته يعني اللي قدام، عايزه يلعب زي ما كان بيلعب معانا في الدوري في اول الموسم. بالظبط كده، الطريقه المحببه يلعب قدام مين الاثنين المساكين اللي معاه؟ محمد عبد المنعم ومثلا ياسر ابراهيم. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورايح ربيعه. بالظبط كده، راح علي معلول قدامه. وعلي معلول وطبعا محمد هاني. نص الملعب ديانج طبعا لا غنى عنه. هو المشكله ان طبعا السوليه، انا ممكن احنا كده بنتكلم على خمسه ورا. تمام ماشي. بتلعب ديانج السادس واحمد عبد القادر. هتلعب احمد عبد القادر جنب لا ديانج. يعني هيطلع قدام شويه. انا يعني مش عارف حاله السوليه، هل لان انا حاسس انه مجهد قوي. تمام وانا معاك برضو. فهو يعني لو مش مجهد يبقى السوليه جنبي على الدكه حسب الماتش ماشي مثلا ازاي. لو هيلعب السوليه يبقى السوليه وديانج قدامهم. تمام. احمد عبد القادر. تمام يبقى انت عندك اثنين قدام. مين؟ محمد شريف وطاهر. السؤال هنا، ويمكن كنت بتكلم معاكم في الفصل وده سؤال ناس بتساله، لويس ميكسوني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي علامه استفهام. راجل مفترض انه محترف، واحنا متفقين انه ما دام بجيب محترف اجنبي ده بالتاكيد معناه انه الفريق محتاجه او عنده قدره انه يبقى اضافه لامكانيات وقدرات الفريق، وخصوصا كمان انه الراجل هو اللي مختاره، يعني مستر موسيماني هو اللي اختار ميكسوني. هو الحقيقه انا شفته في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت مع سيمبا ولعيب امكانياته كويسه، يعني مش شايفينه، مش عارفين امتى في ظل الغيابات دي. ملخص الموضوع ده، يسال موسيماني عن الشخص اللي اختاره. لان انت بقى له فتره كبيره موجود مع النادي الاهلي. في الدوري العام ما لعبش الا حاجات بسيطه جدا. وما اقنعش الجمهور. حتى ما اقنعش المدرب اللي جابه. فهو دلوقتي لازم يقرر، لان في فتره جايه بعد كده وفي انتقالات، هل هيكمل، هل هيطلع اعاره، هل هيعمل كذا كذا كذا، لازم. لان انا جايب لعيبه كابتن ماهر. ايوه بالظبط، اضافه ليا. المفروض ان هو يبقى اعلى من اللي عندي. ما هو اللعيب المحترف لو مش اعلى من اللي عندي، طب ما اجيب لعيب من الاشبال، مش هيكلفني الكلام ده. صح. واثبت الموضوع دوت نتيجه لكاس الرابطه ان في لعيبه ابتدت تظهر. طيب فما بالك لو خدوا فرص ممكن يبقوا احسن منه. فيعني لازم اعاده حسابات في الحته دي. وبعدين اللعيب المحترف يا احمد بيثبت وجوده، يعني اللعيب المحترف من شوط من مباراه بيلفت انظار الناس وبيدي ثقه للناس. انت عارف زي بيرساو لما نزل، البشره السمراء دي بتبقى محبوبه لجماهير النادي الاهلي. فبيتعاطفوا معاها بشكل كبير جدا.
فهو مع الاسف يعني ما هي بطوله افريقيا كانت مليانه بشره سمراء يا كابتن ماهر. انت شفت وحوش في الملعب طبعا. لا انت اتفرج على فريق زي السنغال ولا اتفرج على فريق زي كوت ديفوار، لعيبه يعني زي الكتاب ما بيقول سرعه جماعي وفردي. جماعي وفردي بصراحه. يعني بمناسبه الكلام عن السنغال، انا يعني يهمني جدا برضو كل التوفيق لنجومنا ان شاء الله في ماتش السبت ان شاء الله باذن الله قادرين نرجع. الناس بقت متعوده على البرونزيه بتاعه كاس العالم ولا ايه؟ طبعا. لكن خليني اقول برضو سقف الطموح اللي بيزيد. طبعا طبعا انا فاهم طبعا، وعودتهم خلاص ان انت بتلعب مع الكبار انت كبير زيهم والجيل ده كمان عنده سبع مرات يا احمد، فانت بتبص بقى للاعلى. أيوة. الدرجه الاعلى. عشان كده احنا كان نفسنا على الاقل نصعد لعب نهائي الاول يا الثاني. كنا لها قريبه قريبه. وخد بالك يا احمد، يعني البطوله دي يعني باستثناء الفرقتين اللي احنا لعبناهم مش هم بتوع المواسم اللي فاتت بالظبط كده. يعني انا هاخد من كلام موسيماني في المؤتمر ان شاء الله باذن الله كابتن خطيب، وان شاء الله استاذ ياسين منصور باذن الله ان شاء الله من النهارده بنحضر باذن الله ان شاء الله باذن الله جماهير الاهلي حتى مسؤوليه عليكم ان شاء الله سكواد الاهلي باذن الله لو حققنا تدعيم بقى على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله نروح كاس العالم اللي جاي. مش بقى هدفنا المباراه النهائيه، هدفنا التتويج ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب هاخدكم يعني بما ان سيره السنغال جت منتخب طبعا يعني قدموا بطوله الى حد كبير جدا مرضيه. عندي بس الاهم عايز اخد رايكم في الفتره، انا بشوفها فتره قليله، فتره ال 40 يوم. برافو عليك. الاهلي جاي من بطوله كاس العالم، هو اوريدي يعني بيلعب هناك، هو منهك جدا جدا. راجع على افريقيا وفرق راجع على الدوري 40 يوم قبل ما تقابل نفس الفريق اللي واجهته اسود الترانج حقيقي يعني. طبعا طبعا. في الماتش الاولاني بتاع القاهره، الطريقه الامثل والتحضير للمراكز اللي يمكن هيعاني مستر كيروش من 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 وجود عندك لعيبه اكيد هتغيب عن البطوله طبعًا. دي ابرزهم طبعا اكرم توفيق، اعتمدت على اثنين باكات بس، فتوح وعمر كمال، وحتى لما عمر كمال راح لعبت امام. عندك مشكله كبيره عندك في الحته دي. تشتغل 40 يوم ازاي؟ هبتدي بكابتن حشيش. اتفضل. بص انا 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 في رايي ان الاهم في المهم، الاهم هو التصفيات اللي هم الماتشين دولت تمام. اللي بيوصلوك لكاس العالم، اهم من الدوري واهم من حاجات كتير. طبعا اللي هيقرر دي هو كيروش، هو اللي عارف، لان هو لغايه دلوقتي الناس. لا انا عايز اسمع راي حضرتك، انت شايف ايه الطريقه الامثل في ظل الالتزامات والارتباطات والبطولات المختلفه وال40 يوم والمنتخب الحقيقه عنده يعني احنا الروح محتاج شغل كتير. الروح عوضت، لكن احنا بيني وبينكم نتكلم شغل كتير. لا محتاجين شغل كتير جدا. انت لو عايز تسالني انا لازم ادعم المنتخب. ماتشات الدوري اللي هترجع ماتشين في كل او ماتش كل 3 ايام دي هتزود الاجهاد على الاجهاد. في منطق تاني بيقول طب الراجل محتاج فيه مراكز، عايز يشوف البديل زي الباك رايت. أيوه. عايز يشوف بديل. اعتقد ان كروش خلال الفتره اللي فاتت من خلال ماتشات الدوري يا كابتن ماهر شاف الدنيا كلها، مش محتاج صح. الدوري صح. يتلعب عشان اشوف لعيبه. لا انت ركز تركيز بقى قوي على الحته دي، بغض النظر بقى الدوري يتلعب ماتش واحد في الاسبوع او من غير مثلا الدوليين، يعني انت فاهم ازاي تكمل الفتره الجايه دي، لان انت هتقابل مباراتين صعبين جدا جدا، والصعوبه انك الماتش الاولاني عندك والتاني طبعا. هناك أيوة. ومطالب الماتش الاولاني مش هتامن بقى يعني هتامن وكل حاجه، بس انت مطالب انك تحرز اهداف، فانت يعني انت هتلعب بسياسه مختلفه عن سياسه الامم الافريقيه اللي انت بتمط الوقت عشان تلعب ضربات جزاء. مش هينفع الكلام ده هناك بالزبط. يعني لازم الخطه او التكتيك او الاشخاص في الملعب يبقى في تشكيله تقدر تحقق لك المكسب الاساسي هنا. لان هو القصه تخلص من هنا مش من هناك. والماتش اللي كنت بقول في بدايه الحلقه كابتن ماهر ان ماتش القاهره اصعب من ماتش طبعًا. طبعا انا عايز اقول لك يا احمد طبعا الدوري صعب ان احنا نيجي جنبه. الدوري هيتلعب واخد بال حضرتك، وكمان الدوري عشان هو ده البوابه اللي بيشوفها الجهاز الفني اللي يقدر يختار من خلالها الاماكن اللي هو قال عليها. هو دلوقتي محتاج باك رايت، محتاج باك ليفت. طب ما هو افريقيا كمان هتتلعب يا كابتن ماهر. افريقيا حتى طبعا حتى الاهلي الزمالك هيبتدي المشوار والاهلي هيخلص البطوله بيها، فهيبقى عندك دوري وافريقيا. بالظبط. عايز اقول لك يا احمد ان انا محتاج كل اسبوع او 10 ايام تجمع للعيبه المنتخب. ليه؟ عشان انا محتاج المباراه اللي هنا ههاجم فيها، يبقى انا لازم اشتغل على جمله او جملتين احفظ فيها لعيبه منتخب مصر. خلاص بعد كده يبقى لازم عندنا مباريتين حبيتين يكون نكون متوسط المستوى.
اشتغل عليه على التكتيك. انا مكان اللعيبه كابتن ماهر، انا مكان اللعيبه عايزني هروح دلوقتي. بتقول لي هلعب دوري وهلعب افريقيا، مش هو لعيبه الاهلي والزمالك اللي هلعب طبعا صح بالزبط. قوام المنتخب هلعب دوري والعب افريقيا والعب ماتشين مباراتين وديتين. انا معاك ده انا بالعكس انا عشان كمان اطمن جمهورنا. بس هي السؤال هنا اطمن اللعيبه على السيستم هوصل بيه. هوصل 23 مارس لكن احنا مشكلتنا يا احمد محتاجين شغل كتير جدا من الحاله الفرديه، من الحاله الجماعيه، من حاله التكتيك اللي احنا هنلعب بيه، الجمل التكتيكيه. انك انت المباراه هنا عندك مباراه هجوميه بالنسبه لك 70% و30% تقسيمها 30% في الجانب الدفاعي حشيش طبعا. فالنهارده لازم شغل المجاميع ده يا احمد محتاج ان انا اجمع المنتخب وابدا اشتغل معاه. انا لا رايي يا كابتن ماهر في الموضوع ده، وبعدين لازم مباراه حبيه حشيش او مباراتين. ما انا هقول لك على المباراتين دول طبعا من الناس. تمام. الوقت هيبقى صعب بالنسبه للمباراتين. انا في رايي ان المنتخب خلال الفتره اللي فاتت دي خاض كاس العرب ولعب مع مدارس مختلفه، قابل في كاس افريقيا يمكن لعب 4 نهائيات بدا من كوت ديفوار والمغرب ونيجيريا و يعني انا اقصد ان هي محتاجه بقى زي ما انت بتقول اللمه عشان روح بالظبط الامم الافريقيه تفضل معاهم. هم بس حته ترتيب اوراق وترتيب طريقه لازم اقفل الحشيش قبليها ب 10 ايام يا احمد قبليها، لان احنا المعسكرات الطويله هي اللي بتجيب الروح، هي اللي بتجيب الاداء. المعسكرات الصغيره كل 3 4 ايام ما بقاش ليها تاثير بشكل كبير يعني. تدعيم المنتخب، الوجوه اللي من وجهه نظر حضراتكم كابتن ماهر هبتدي مع حضرتك، لازم تاخد فرصه مع المنتخب اللي جاي. عندي مراكز ما فيهاش بديل او بلجا لاعاده توظيف لعيبه في غير اماكنها، اهمهم الباك اليمين اللي بالمناسبه لا اكرم توفيق ولا عمر كمال اساسا باكات يمين بالظبط. يعني محمد هاني من النادي الاهلي، وانا شايف محمد هاني يعني حان الوقت بقى محمد انك انت الحمد لله 4 مين اخذت الثقه في البطوله الدوليه اللي احنا بنلعبها. نمره 2 هو محتاج باك ليفت، الراجل حمدي ده اللي هو بتاع بيراميدز انا شايفه برضك من ضمن الدكاتره. محمد حمدي، محمد حمدي من ضمن. انت محتاج ترجع الثقه بقى لشريف في الحته بتاعت راس الحربه، لان هو قال برضك انا محتاج راس حربه خلال الفتره اللي جايه. فهو عنده 3-4 اماكن محتاج ان هو ياخدهم من خلال مباراه الدوري ان شاء الله القادمه من خلال الرؤيه الفنيه للجهاز الفني. اللي بيقدمه الاهلي في كاس العالم سهل انك تقول له وانت بتلعب في مباراه الثالث والرابع العب جيم مفتوح وعبر عن شخصيتك وهاجم وجازف. هل تتوقع ان مستر كيروس في ماتش السنغال هنا في القاهره ممكن يلعب بنفس الطريقه دي ويفتح ويلعب جيم مفتوح ويهاجم؟ مش لازم يلعب يعني جيم مفتوح، بس لازم يبقى في شق هجومي، لازم يكون في حاجه بتتعمل يا كابتن ماهر. بالظبط. ما تبقاش انت بتدافع والتراك الثانيه متاخده وعامل عليك هجمه، لازم انت ما عندكش شكل هجومي. انت بتلعب على مثلا غلطه في نص الملعب تلعب لصلاح فتخطف المباراه يعني بالظبط. انت طويلة. لازم وبعدين لازم الفرقه تبقى كتله واحده، ما يبقاش فيه، لان السنغال مشكله هنا ان السنغال عايزاك تهاجم بالظبط عشان تخلق مساحات، لانهم عندهم السرعات والمهاره الاساسيه جامده جدا أوي. فهو عايزك تهاجم وانت ما بين تهاجم وتامن، مش معقوله هتفضل تامن تحسبا للماتش اللي بعده. هو معادله صعبه يعني. عشان كده يا احمد انا بقول لك المباراه دي مباراتين تكتيكي على اعلى مستوى. صح. ايوه. واحنا زي ما حشيش قال الجانب التكتيكي في التلت الهجومي غير واضح. فمحتاجين ان احنا نتلم عشان نعمل جمله. في كلمه كابتن ماهر، هي قصه مدرب بجد ولا هي امكانيات الجيل؟ لا، مدرب مع امكانيات الجيل. يعني الاثنين مكملين لبعض. قلت لك نسبه المدرب ممكن تبقى 60%، اللعيبه مثلا 40%. كمان اللعيبه يا احمد لازم تساعد. خد بالك يعني. انا هعكس يا احمد. اتفضل. 60% لعيبه و40% مدرب. 60% لعيبه. الناس اللي بتلعب في الملعب ده ملوش علاقه خالص بامكانيه فكره ان احنا نقدر ولا ما نقدرش. لا، احنا كلنا ثقه طبعا في اولادنا، وقلت دايما ان الرهان دايما على الروح. لكن نفسي بقى اللي بيبصوا للامور واللي عندهم نظره مستقبليه انه المواقع تختلف، انه اشوف القوه واشوف السرعه واشوف المهاره واشوف الامكانيات العظيمه اللي بنتكلم عليها في دول افريقيه ما لهاش ده امكانياتنا وما عندهاش تاريخنا وما عندهاش شخصيتنا.
بتتمتع بيها، نشوفها كمان في اولادنا، وده ما بيحصلش بقى في يوم وليله ولا هيحصل في ال 40 يوم اللي قبل مواجهه السنغال، لكن ده محتاج تخطيط ومحتاج رؤيه، محتاج ناس تشتغل سنين عشان تجهز منتخب مصر اللي رايح يلعب في كاس العالم 2026، مش هقول لكم 2030، لكن نقدر ونشتغل. وواثق تماما انه دايما عندنا الخامه، الماده الخام موجوده، لو دورت وبصيت وطلعت هتلاقي دايما المصري متالق ومتفوق في كل مكان، المهم تشتغل عليه وتوفر له الامكانيات اللي تمكنه دايما من وتلعبه في مكانه كل التوفيق للاهلي باذن الله. ان شاء الله الحلقه اللي جايه من السادسه نكون بنحتفل ببرونزيه جديده باذن الله. ان شاء الله في تاريخ وفي دولاب بطولات النادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق لمصر اللي مش هسيبها على مدار ال 40 يوم. منتخب مصر حاضر معانا دايما في السادسه. واسمحوا لي قبل ما اختم اشكر ضيوفنا ونجومنا كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام، شرفتونا ونورتونا النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشه الاهلي.